أننا نعلم أن الدستور الجديد سيتضمن منظومة من القوانين المكملة للدستور في مقدمتها ليس فقط قانون محاكمة الوزراء لكن أيضاً قانون محاكمة رئيس الجمهورية. هو بشر ولا بد أن يحاكم مثله مثل أي مواطن في مصر. أقول له نتمنى يوم 8 سبتمبر إن شاء الله أن احنا نتوجه إليه ونشكره أنه أول رئيس مصري يترك الحكم بآلية ديمقراطية. نتمنى أن نشكره بهذه المناسبة ونتمنى أن ينتصر التغيير وينتصر الجيل الذي يستحق أن يحكم مصر وأن يكون له دور إيجابي في المستقبل إن شاء الله، لأن مصر بعد 24 سنة تعتقد أنها تستحق التغيير. مصر بعد ما وصلت إليه الأمور اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا أظن أنها تستحق التغيير. القائد العالية الدكتور نعمان رئيس الجمهورية القادم. عاش الرئيس نعمان جمعة. عاش الرئيس. وأنا أوجه خطابي إلى المواطن المصري وأقول له أعطني صوتك، أعطني ثقتك. فلا يعنيني الامكانيات اللي قدامي، لان الامكانيات اللي قدامي طبعا في امكانيات كبيره في امكانيات خفيه، دي كلها لا انظر اليها، انا انظر لوجه الانسان المصري واقول له اريد ثقتك. أتعهد بأن أقود مسيرة المرحلة المقبلة بكل العزم والتصميم. أتعهد بأن أستمر في حمل الأمانة بشرف وتجرد. أتعهد بذلك كله إن حست ثقتكم في الانتخابات المقبلة. Look at the Egyptians today watching for the first time their incumbent president acting as a candidate, asking them for their trust. I think President Mubarak gained a lot of respect by separating completely his role as a president from his role as a candidate. I think the NDP did a good job at that. For the first time, Egyptians are seeing their state-owned media playing even-handedly in presenting equal time for candidates, including the incumbent.